ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. يقول رحمه الله: ويخرج الله من النار، أي بفضله من غير شفاعة، يخرج الله من النار أقواما بغير الشفاعة، يعني يخرجهم تفضلا منه ورحمة، بل بفضله ورحمته، بفضله أي بإحسانه ورحمته التي وسعت كل شيء. لكن هؤلاء هم أهل الإيمان، عندهم أدنى ما يكون من مثقال ذرة من إيمان. يقول رحمه الله: ويبقى في الجنة فضل، أي يبقى بعد دخول أهل الجنة ممن دخلها ابتداء دون عذاب، وممن دخلها بالشفاعة بعد أن يأذن الله تعالى بالشفاعة للشافعين، يبقى في الجنة فضل، أي مكان واسع، فينشئ الله تعالى بفضله لها أقواما يخلقهم الله تعالى فيدخلهم الجنة برحمته وعظيم إحسانه وفضله. وهذا بعد استقرار أهل الجنة في الجنة واستيفاء أهل الجنة لما أعده الله تعالى لهم من الفضل والعطاء وواسع البر والإحسان. وقد جاء ذلك فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن الله عز وجل يقول: شفعت الملائكة وشفعت النبيون وشفع المؤمنون، شفعوا في من أذن الله أن يشفعوا فيه، ولم يبق إلا أرحم الراحمين. والله لا يشفع عند أحد جل في علاه، فله الأمر جل في علاه، إنما يقضي ما يشاء. ولذلك قوله: ولم يبق إلا أرحم الراحمين، أي فيما يتفضل به على من يشاء من أهل النار أن يخرج منها دون شفاعة الشافعين، بل بفضله ورحمته فيقبض قبضة من النار، وهو جل وعلا الحكيم الخبير العليم، فيخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط، لكن معهم توحيد، ليسوا من أهل الشرك والكفر، معهم لا إله إلا الله، لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما، أي من العذاب. أسأل الله أن يعيذنا وإياكم من عذاب جهنم. حمما يعني كالفحم، اسودوا من العذاب وسوء الحال في النار، نعوذ بالله من الخذلان. فيلقيهم في نهر الحياة، في نهر في أفواه الجنة يقال له نار الحياة، فينبتون كما ينبت النبات في حمل السيل، ثم يدخلهم جل وعلا الجنة، ولا يبقى في النار أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أدنى ما يكون من وزن الإيمان في قلوب العباد يوجب خروجهم من النار بفضل الله عز وجل وعطائه، بل كلهم يخرجون من النار ويدخلون الجنة، ويبقى في الجنة فضل سعة عمن دخلها من أهلها، فيأذن الله تعالى بخلق يدخلهم الجنة كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأنس وغيرهما. هذا مجمل ما ذكره المؤلف رحمه الله مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. فتضمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالحياة البرزخية وما يكون في القبور من فتنة وعذاب ونعيم، وتضمن الإيمان بما يكون في البعث والنشور، وتضمن ما يكون من الحساب والدواوين وفصل القضاء وورود الحول والمرور على الصراط والوقوف على القنطرة، وتضمن الإيمان بالشفاعات التي ثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره ممن يأذن الله تعالى له بالشفاعة، وتضمن انتهاء الناس إلى المستقر إما في الجنة وإما في النار، فريق في الجنة وفريق في السعير.